قامت مديرية التجارة بولاية البليدة بافتتاح سوق تضامني خاص ببيع الأدوات المدرسية والألبسة تزامنا والدخول الاجتماعي بأسعار موجهة لذوي الدخل الضعيف. السوق التضامني كان داخل مركب مصطفى تشاكر بمشاركة عدد من الصناعيين وأصحاب المؤسسات الوطنية. التغطية لعادل عباس. شاركنا في المعرض هذا التجاري الخاص بالدخول المدرسي سنة 2022، وإن شاء الله رانا نخدمه بالنسبة للأسعار أسعار جد مناسبة معقولة بالنسبة تقريبا سعر الجملة. أنا نشاركه باش الناس كامل تقدر تشريك، يعني أنا شفت الأسعار هنا في متناول الجميع، اللي ما عندوش، اللي محتاج، اللي بالك عنده خمسة كورة خمسة دراري ولا أكثر يعني ما يقدرش يشري، هنا يقدر يشري. يعني دوزانها كراريس هنا يرخص شوية. عندي أربع دراري الله يبارك، زوج في السيام، واحدة في الليسي، واحدة في الجامعة. جيت لهنا كذا باش نقص السومة برك، على بالي بلي دواء راهي غالية بزاف برا. لقيت هنا السومة شوية رخيصة؟ مليحة شوية على سماني نشوف بارابور برا. بالنسبه للحوايج فينيكس عمله حوايج مازال ما دنيتش لهم كاع، ما غزرت فيهم. يعني اشرفت اليوم، كان لي الشرف اليوم رفقه السيد والي ولايه البليده انه دشنا وافتتحنا معرض البليده، معرض الدخول الاجتماعي، الدخول المدرسي لناحيه لولايه البليده. يعني هذه تظاهره يعني راهي تدخل في برنامج وزير برنامج الحكومه تحت اشراف يعني وزير التجاره وترقيه الصارمات، حيث أسديت تعليمات صارمة بإقامة معارض عبر كل ولايات، وناحية البليدة التي تضم ست ولايات قامت كذلك بتنفيذ التعليمات بإقامة حوالي تسع معارض، من بينها هذا معرض ولاية البليدة. يعني هذه مبادرة حسنة، على بالك حنا اليوم دخول مدرسي على الأبواب، واليوم صح يعني رب العائلة عنده يعني رايح يجيه بيجي كبير تاع الدخلة، ولهذا يعني كي نشوفوا يعني المنتوجات، اولا كان منتوج محلي راه هنا شفناه يعني بريمون دو كاليتي، يعني ذو جوده عاليه واسعار يعني فريمون متنافسيه. عندنا درنا لهم دي بري فريمون ابوردابل، يعني ملاح هكذا باش المستهلك يقدر يلبي حاجيات لافراد العائله تاعو، سورتو في الدخول المدرسي. هذه كما جبنا لهم دوكا، جبنا لهم لي طابلي عده انواع، كيما الطابليه باغ اكزومبل عندنا يبدا من 52000 ويخلص ماكسيموم 69.